مثلا لو عندي جسمين فوق بعض، حكى لي اللي فوق سلايد اون على اللي تحت، سلايد يعني بتزحلق، اللي فوق راح يكون له تسارعين. لو حكى لي بتزحلقش بنعتبرهم جسم واحد، يعني لما نحسب الكتله يعني ام اي تكون ام هذا زائد هذا، هذا متى؟ لما يكون بتزحلقش. لو كان يتزحلق راح نمسك كل بلوك لحال. دائما اي شيء مايل، سطح مايل، يعني سؤال بكرات في قوه مايله، جسم مايل، محاور، المحاور بتصير عندي زي هيك، هذا اكس وهذا واي. هاي اول قاعده. ثاني اشي دائما الجاذبيه الارضيه تكون لتحت زي هيك، يعني مش نحكي دائما مايل مع محور واي، لا يعني هذا الجاذبيه له هيك، هذا هيك كان مدور وزي هيك الجاذبيه له هيك هيك، يعني ماشي مايل ودائره عادي، كل شيء على الارض الجاذبيه الارض دائما على الارض. اذا هاي الزاويه 30 هذا تكون 30. طيب ايش يكون عندي الجسم اللي فوق؟ الجسم بي راح يكون عندي هون، اذا هاي ام جي طبعا راح يكون عندي هون ام جي كوساين ثيتا، كوساين 30 هون بتكون ام جي ساين 30. شو علي قوة ثانية؟ النورمال ان 1. شو بتساوي؟ بنرسم رسمة التسارعات، دائما رسمة قوة رسمة تسارعات. الجسم اللي فوق بتزحلق على الجسم اللي تحت، بيكون له تسارعين، تسارع زي الجسم الاول، حكى الجسم الاول تحرك اليمين مثلا بيكون له تسارع زي هيك لليمين اسمه AA، مش نحكي AB لا، AA نفس تسارع هذاك، ويكون له تسارع ماله بالنسبة لB، بالنسبة لA، AB respect لA. طبعا في MB MB لأنه احنا بنشتغل على بلوك B، المحاور برضو مايلة، إذا ميلنا هاي لازم نميل هاي، عندي هذا Y وهذا X وهاي الزاوية هي 30. طيب ايش باخذ انا هسه؟ سيجما اف واي، سيجما اف واي مثلا كيف باتجاه المحور؟ هيك نكتب له هيك موجب. شو بتساوي؟ بتساوي ما عنديش غير هاي مايلة بس هاي، لا اتجاه لا تحت، سالب ام بي اي اي ساين 30 زي هيك. شو القوة اللي على الواي؟ عندي ام جي كوساين ثيتا كوساين 30 والان، فأنا هيك بقدر أن بدلالة AA مثلا ما إيش فيها، طلعت هيك البلوكة اللي تحت نرسمها زي هيك. شو القوة اللي عليها؟ في عليها قوة الـ MG MAG، وفي عليها قوة رياكشن. هسا رياكشن إيش؟ رياكشن الأرض، دائما نسميها أنتو، دائما اي جسم بلمس الارض بيكون الي له اشي اسمه رياكشن، يعني النورمال، يعني انا بخبط ايدي على الورقة بتعمل لي رياكشن نورمال، بخبط لتحت بتعمل لي لفوق، عشان هيك انا عندي رياكشن نورمال لفوق، او عادي بقدر احطه هون نورمال تو. وفي عندي له رياكشن الجسم الاولاني، يعني الجسم الاولاني خبط بده يعمل عليه قوة نورمال. شو بتكون القوة النورمال؟ بتكون نفس القوة النورمال تبعت اللي فوق، بنفس الاتجاه. انا كيف انا اعملها مايلة؟ تكون مايلة ان 1. طبعا المحاور هسه هذا جسم افقي، يعني مش مايل، يعني انه لو كان بلوكة زي هيك جسم افقي، فالمحاور اكس واي مثلا. طيب شو في عندي قوة؟ طبعا تسارعات نرسم نفس الشكل. ايش تكون على التسارع؟ تسارع اي 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 بس، طبعا في ام لانه بناخذ بلوك اي، فسيجما اف واي تساوي زيرو. ليش زيرو؟ لانه ما عنديش قوه على الواي. وسيجما اف اكس شو بدها تكون؟ دائما زي الفريم بالستاتيك، الفريم الستاتيك كنا نحكي يعني هاي افقي واي مايله، كنا نحكي اذا في قوه زي هون وعندي هاي الزاويه 30، الواي باخذ كوساين والاكس باخذ ساين، عشان هيك النورمال هاي راح تتحول لزي الوزن هذا، نحكي لها ان 1 ساين ال 30 و ان 1 كوساين 30. التسارع هذا بميلش، ليش؟ انه هذا محور اكس وهذا محور واي، بس خذ سيجما اف اكس سيجما اف واي بيطلع كل شيء معك. انا لازم نحل معادلات المجهول، سيجما اف اكس سيجما اف واي. هسا اخر شيء بيطلب تسارع بالنسبه للثاني او شيء، نعرف شغله واحده انه لما بدنا نعمل تسارع بي و اي شو بدنا نسوي؟ شغلة فيكتورز، لأنه هذا تسارع بي مثلا زي هيك وهذا تسارع هيك،
راح تكون شغلة فيكتورز او من المعادلات نحلها. يا ريت تكون وصلت.